بعدين شرايطي اللي تغلنا غور وان ايال ثي كلت يال الجمعة سي 11 ما اذ 12 ديما ايذون زمن ما تسيو لهم غالي 25 22 90 41 نغيل 25 22 90 44 الشيخ عبد الرحمن بوربيا الخير مرحبا سي اخر في اللون السلام عليكم هادي ليل من دادي وكني غادر ديال غافي سقسين وين غالي 25 22 90 41 غير 25 22 90 44 سي ولا من زو الخير اخر في اللون اخر كما بوت قرغر اسمي وسوى غافي في زوزو واش كان الشيخ في ولد سقسيه كني ولا شو غير في يعني سمح لك يربح عقلك ديال السرير الشيخ واكي تخفيه بانسي عيون مي لي جون الى 29 ans يحجر دي تو فير في الخمر بيحجر الى ان بروجي كني دو فير نمبر فرواد الوغ بون ناس تخفيه الشيخ اكي باسكو سي لا هي كي ما تسوي ذاك لي شومبر فرواد اي تو سا ات ستوكي بوندون 3 4 موا تو سا من بعد لو بري فا دوبلي نا تريبلي اسكو الحلال ولا الحرام هذا هو شوف اكري تخفيه الشيخ يربح ابن عين ربي قيمين نغتصل تستوي لنا راديو القال الى 25 22 90 41 الى 25 22 90 44 دنا الغافي سقسي نون سريد لكوذ الشيخ بوربيا عبد الرحمن قلان ايدنا ديال الغافي سقسي نون ناسي ونظن الخير انا غير في اللون الخير مرحبا اسم هاي بغيت تخسر شيخنا ولد معهم يربح انا سميت اي تسلم صلاة التسبيح يربح أيدي انت انا شو الوقف اسم من الوقف بظليف من بعد ايش تعني كيف كلمة روين اسمه شو عليك قلت ما لولت ما بارو سبب لكوذ سليمان مديفك وطن تليفوني نس يربح دي مدنا نسوي نوين غالي 25 22 90 41 25 22 90 44 دي سيزولت شرايط الدين اللي تغنى غروان يال الجمعة سي 11 رما 12 نسعسي ونظن نكمل يدونا القال ديك سوا نون منشط دنا الغب في سقسينا كي القال هذا نطف خيري سوا لن نظن دي سولتا كينا هذا الشيخ بربيا ما تفغيت غالي سقسينا كي من زان يدفون القال نغل غالي مسفلين لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نشكرك ودوي فدن في دولتك ان شاء الله هذه تاوينا سي ريريس تاوينا اول له الوفريدنا الدين الوفريدنا الشرعي اسقسي ام زوارو يمثلنا يهضرد في اميس ان دبلي يفاد يخدم يون كاكي يوث تاوسا مشروع لا مقارنة شمبر فرواد عندها يعني تستوكين السلعة قول سي 3 4 يمكن تختار على السلعة وكي يعني اذا الفايدة لي شومبر فرواد يعني كي تخدم يوكن السلعة وتختصرارا اما ذي الحاجة يعني لي كونسيرفاكي اما ذي الفاكية اما ذي الخضرة اما وكي يعني ذي الفايدة وكي من ولك يجوز من ناحية شرعية جائز في غير خطر المصلحة استنانت يا ريت المصلحة يوكن اختصرارا وخسران المكلة وكنا نتد سفاض ما تتحوي جوب وكما تحوج ثنتي لسوسيتي ما حوجني كوميرسيين إلى غير ذلك يعني توخذ من إيوان شتاكي وقسي انترناسيونال مش كان داكي ذي او كونترير ثوري لان دايلا قد تصرف السلعة ذي لا شامبر فروال باش اختصرارا الخصوص ذي يعني ذو قنفذونا كذا وكنا بدنوه اللي هنا لا وكونتري لاق اما انت سقسين سيفان يعني ذا الحاجه يعني تسالني وكن دي قيمه كورسين ثلاثه ثورا انت يفاد يهضر منقار دي شرع الاحتكار الاحتكار كي الماني نس يسد ديون الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ان المحتكر الخاطئ والخاطئ ذاكي اما الدنيا ربي ند ان فرعون كان خاطئا الخاطئ وين يشم ربي ثيمس الخاطئ المحتكر ولكن العلماء المعنى نس ما يسانية سانية أديوي السلعة أتديوي أتديا يوكن وتدي سوف غرامة تحوج المدن
تيدي سوفوغ هنا ولكن ترنو اترنو السومة اترنو السومة اتيدي سوفوغ السما ديالي مدن حواجنت تسوجنا شحال هي قد يعني تسراجون وسيرنو السومة اين ويالو تزميرا ولا الزيونة كيقولو مخوني وكلا تيدي وكين نيا ينس تاكيد الحرام تخمضها كاكيد الاحتكار والدولة سا يعني في قنقيكي ثورا الحق الزريف إوا كان تسوفوغ السلعة أيا أجمعيون سنيايك إوا كان مدن حوايج تسكتيني أتجمع المؤمن لا يكون محتكرا المؤمن كونترير ما يحوج إمذانا الحاجة تيدي سوفو ثغاو صح واجن تحويسك إلى قتل ما إلا وقذ النية من الاحتكار طبعا حرام ولا قلع أما أون جنرال إذا ميسا قد يخدم لاش مشروع قد يخدم في مانيس مشروع جائز مشروع ذي المصلحة ستة نانتي رجلا قلان ولاش فلس وقذ الشخصي يعني السلام غيسد في ريس السلام لاحظة ثمسل تقيم سألة فقهية التصن الأمور دي تكشف من داخل ولكن كي كان سوف لا كان ذو إذ المعاني إنس سولا نغد سمتوثني النظمت نيقد صاد نعم صلاة التسبيح حقي تزوران ولش الآية حديثة كي صحان مليحة في الصلاة وتقي يعني مش أبثقي أما كانت تزول لكني لن حديثة كي ولكن العلماء اعتمدنا أنا مليح مليح في الاسم مش أما دينا تزالي ثن الويتر نان الفجار نان تزالي ثن السنانة كي تقال كي السنانة لقنا تمد في الاسم أن دار النبي صلى الله عليه وسلم تزالي ثن يلس يعني دايما أما صلاة التسبيح هاكي يعني كان ركعة ديغاريون ديغار قيسة تصفر ذا سبحان الله سبحان الله هاكي يعني تسبح ربي سبحانه فكي سميت سيسماكي سمان سيسماكي ولكن التصفي مسنون يدينا بلك صلاة التسبيح هاكي يعني ربما كا يعني تسد ذي الأثر تسد ذي الأثر تسد ذي أما السنن يعني المعروفة النوافل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس زلة لم تر رواتب تيجي تزال النبي صلى الله عليه وسلم في الطهور أبري طهور إلا ممكن تزال صلاة الضحى تزال ركعتين أربعة ما ثمانية ركعات الصبح مدين قرية طيج يتزال الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن زرا وقفل يعني الفجر قيام الليل قيام الليل معروف تزال تذكر قفل وكنا هذه تزال يا ربي سبحانه وينا دفضل صلاة صلاة الليل يوني لقد يأذي والله الحجة يجدي ثبتا سل أدلة سل أحاديث الطاس إلى الصحفة خدمتا ولا غين يجدي ثبتا ولا ربما كي حديث وربما ضعيف وكا ولكن المعنى نستقل معنى يعني هذه زركان ركعث وذي أدي ذكر يعني يسمعه النار سبحانه وذي سبح ذخلس وكي كان المعنى سكدين ربما تنفصل في الأسد ذولينا دي الحون إن شاء الله إن شاء الله هاد نغال ريسقسين وين غالين مستوشين انا شين 90 41 مستوشين انا شين 90 44 ما تبغى ما تسقسيم كلا اما ديت مسال الدين نغديت مسال ندونيت المدنون ديالي صبحي تاكيد ناغ الشيخ بوربيا ادير غا في سقسين وين تبغى ما كاكي تسقسيم بعدا ديت مسال ندونيت لاكود الدين سريد غاروان ديت ويل تنتشرايث يدي تغالنا غاروان هي الجمعة سي 11 ما 12 في الموجهين راديو تيزي وزو نكمل القال سليمان ما لن تكري سوال الا يلو سيول الخير الخير كما علاش سيول هاد القال ضد تكري سوال الخير الخير يا عبتما انا مير بحب تما غاز تاع سقسيون الشيخ الخير الشيخ الخير في الخير نحبلين دي ننسلي سزويل تقييني تعطيك صحة إن شاء الله ثوال ذا جميل تروه كذا يوكي في الدن إن شاء الله صحة الشيخ الشيخ مثل يبا تنغ بالدعاء لضعف الإيمان يولدي يقل يلقل يلقوي الإيمان بنت الكذي لا شيء يكون يغاي ضعيف إلا يتظل يغالي جسدي إلا يتذكر ربي يغالي يفشل أما كني دي كوراجي في ذي الحياة يا يبي ذي الحياة ترى يعني في الشخص كان عند الدعاء نعم كي يختم لافريقي باش يعز الدعاء الإيماني الدعاء القواني وصيلا ينس يعرف كل شيء ربي سبحانه وصحي الشيخ
هر تقلدنا انه كلا يسوي ديما غير يلمس مستوى 22 90 41 غير يلمس مستوى 20 22 90 ربع 40 التقسيم اين كل شغل منك والدكتور ذاك الشيخ بوربيا صحيح تسلم على الدكتور بويزلي هذا نقيم يذبون ديما انا على الخير الخير مرحبا يسمع راكم تشتغل مليح في زويل تاجي على الشغل بمزيان التقسيم تاع عيون امي تقشيش من تقشيش تاجي تسمعهم يمكن يبغون يسدي عبان يمكن يبغون يسدي نصاح تقول لي تقول لي عبان يظل عبان اشتقي الحين عم تشد الحلال نظرا كوني بلي العبد الايمان ينس يرنو يتنرني ويتصبو يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص ولاش وين داوين الايمان ينس مي قال لي ثورا كونستان ويتبدل كونستان ويتبدل ابدا ف لان خرا التغاوسي وين يزيد الصبوين ايمانك ولكن العلماء إلاق الإيمان دي الصب ولقال دي وضع دي جائين دي فرض ربي سبحانه أمثاصة اللي تقيم في دنا وتمثنا إنه دي يغال يعني أما دي نس الطرف أرطرف الطرف أرطرف دي جاتو زومين دي يغال دي جولاد الخدمينس دي يغال دي جي الفرائض نربي الفرائض توشلتيس الفرائض يعني يكيد دي فرض ربي سبحانه دي يغال دي يعني أولا ذا سيرا ما سيروح دي روح ديسبوار دي دوني ثقي وقي يبضل يوث الحالة دا الشيطان يستولف الناس بالحقيقة على المسنون الشيطان يعني يغني من الخيث فقيك قانو أخينيون وقي ولي بس كان الراقي ما يلاه تدي على روذي نعاشو الصح ما يوضيون التمثلت الدرجة يقي أن دا يصب مليح 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 الإيمانينس يتزواج ولقد ديني لقد ديني بلكي ولقد يتعسى إيمانيس لقد يتعسى إيمانيس وصدارة على الدرجة أفيش تقي مادة صدت وليض نكون الدين النغ سي لا براتيك ماشي لا تيوريكا يعني لا براتيك مثلا مادة صدت وليض تظليت أي مثل لا يلس يعني شاك جور انزل يوكن جستمو تصبر على الإيمان نا دو فوالا ويكتمل الشك يوكن وممكن جانا العلاقة الصلاة قرانا وقدر ربي سبحانه مهما صبد الإيمان وصبر على دولة قارا فقيت لا تظليث يعني يقتلين يلس في سنث لن كذلك كان ليفاذ مرة ربما ما ديني جهلا وكذا قسم انا كون قفري ثاني اكسب الايمان كي اكون قفري من الشيطان قفري يعني المحرمات الى غير ذلك يا ولا قد يعسني مانيس لا فريكونتاسيون لا فريكونتاسيون سا ازاليس سبب من الاسباب تفضيوني هذه لي بيان سمي فريكونتيون يخدم الخسارين مخلطه هذه يقولوا تسع ام تسع فاش تجي يعني الهان لافت دي زر الاسباب امشي تصب وتص الايمان وقي ديننا دائما كي تعالج الامور منهجيه سلا لوجيك ماشي كي كان ثورا راسك الدعاء كتيغال ابدا ماشي كي قلت الحوايا والحتات تمثال لنا فهنالك الاسباب ربي قرد وجعلنا لكل شيء سببا وقد في المؤمنين قد يا ايها الذين امنوا امنوا بالله قرد ارنو ماشي من معناس كفرم معناس ارنو من الايمان آمينو يقرد كذلك هذه الآيات النظن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقاد ربي سبحانه سل إيمان يتس لطرنكيليتي يتس لإطمئنان يتس لإعفذ يتوالد الوفريد ربي سبحانه كذلك عم في نظرة إخيران صحفاء مرة مرة زيك لن قارن ما يلين كصرافن الإيمان قارنس يرسن سنين تعالى أو تعالوا نؤمن ساعة أروح أنا من يوت ساعة في غير خطر يوالا الإيمان يصرف يتضعف أروح أنا من ساعة فاش تجي المؤمن هذه التفضيل المؤمن المؤمنون إخوة ربي قال إنما المؤمنون إخوة إذن المؤمن يتعاون يهمس المؤمن يهمك من الصحد وين جستمو ما قريفة ولا تغلط أكيد أكيد يال أكيد يوهي أكيد يوله أكيد يفك فاش تجي
الإيمان كي يتضعف وأم كي تدي عاود تدي سالي يول الأمور كي درنا يعني درنا غير شوية شوية أم كي يصوب سلاعقل إلى قد ورس العقل سي كوم سا أقرد أقبل الدعاء أقبل الدعاء إلى قد ورس العقل غادينا مثلا يوني جاتا صليت أديو العزيمة أديو الإرادة سينز كذا الجمعة إن شاء الله هم بس كذا الجمعة الدوي غنية شو شفنا دوغلا أرزل أكيد بريمير سبورة ديوال أزكى الدوزيام أصل أزكى تروزيام با بار با شوية شوية أم كي تصب شوية شوية أدوار شوية شوية كلش الحاجة يتروحوا دس العقل سلاقل وكن الشيطان هذي هذي يأس هذي يأس ولا في ذاك ديوال وهذي كثر الدعاء أساس ند الدعاء هذي كثر الدعاء ربي سبحانه السين ربي ضعفه ربي يستجيب أز دير إن أسينا ضعفا قلي إن كني جر يعني فيدني الغسير يعني فيدني الهان جا فيدني الإيمان عوني ربي عوني ربي القوي ربي نتدي خلقنا نتك زرنا شوي لند قوليس نتك زرنا نفسين نتك زرنا الشيطان نتك زرنا يعني وكيني يتوفرن في لنا أي دور ربي سينا قلي ضعيف أنا ضعيفون سنين كنقلي ضعيف وصغارة القوة وصغارة الحول الحول والقوة بك يا ربي تفيد أفوس أريد مخليغ أدي كثر الدعوة وكلها كي وكان ربي إن شاء الله أسيدي للوفيد وإن شاء الله سندو سيقي إن شاء الله ربي أسيدي أنه تدي وعلى أدي وعلى مخلينا آخر إن شاء الله إن شاء الله هذا الموضوع على رسق سيبلت مثلا غير ذلك لأن مي يبغى يوث تقشيش يبغى يزوج جيس تقيا ربن سيكي ماشي المولانيس ثورا نكون يمكن نزرا ما دوا تقشيش يسانا لفافاسنا ويسانا لماسنا ويسانا للولدين نكون دني تقي شغل يتيمة توجيلت لقى أنا أعتبر لقى نسمي الحالية توجيلت وأتوحى تدوا تزوج جيس يصير أجر عظيم دنيني نكون يسعى أجر عظيم بغض النظر الوالدين تيربنا وتيربنا تجد الحالة تجي حالة ستين كونستا الحالة ما يسكي قتلة وسن النص سنقاس ونتحوس على الأسباب خطر التقشيش يلهان وقي ولد يعني تعجفيث لنقيس الأخلاق يسعى الأجر مرتين العلماء قرن سعى الأجر مرتين إذا الدين النا ولش أي يعني سبب أفيغة أزكى ثاني يتحمل أم يقان في قيثورة يوث المسؤولية جنيلات خطرش الوالدينينس أم زون يغالد نتسا غير الوالدينينس إذا نتسا يعني رون بلاس نو كاين يسي خصني تقشيش تاقي أفاش تاقي سعى الأجر عظيم ما دك صد يوث تغوجيلتنا يوث يسانير الوالدينا يوث كاقي أتوال تنطوث تسعود دريا تخدم أخام وكل أجر عظيم وشاقي وقاش ودين الدين قوان شاقي سبحان الله تقشيش تاني قلنا الأخلاق السلوك كاقي ونتيفغا إزواجي الحلال يعني إن شاء الله يلقى الوالدين أدقذل سورة دائما يوم يلقى أثناء قناع كي سوى ولا كي ندين سوى الكذا وغادي تحمل لم يقال كي سورة ساكن ثقي ساكن ثلاثني يكون ساكن بس كي شرارة تفضي ونك كي ذا حد يوي ونسان الوالدين حين كي لقت إنسان فامي يزك الخوال الدريين وكذا سنبافاسي ستين ساكريفيس وغادي تضحية وقيت تضحية سراع تفضيوني تضحيش قطع مادة تخمض مليح مليح على زكا التفضى ماشي نيبورت كيب فرصة في الشيء سعى أجر عظيم ربي سبحانه وين يخدم الفعل يجي ما يلي سعى النية يجي والولد ما يلا تسكن دي الأجر يجي ولد نتنذوين الحسنة إن شاء الله فرو سبضي لدو سيول نظن عند يحنن من المياه يتسيلي دابسو الولدين سران الولدين يوصد ربي سبحانه في اللسن كي قد ولا تشركوا بالله وبالوالدين إحسانا قد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما قد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا آيات ماشي ذيوث ماشي سنات ماشي ثلاثة الآيات إذا أن دار بسبحانه قد الوالدين أتصدي قانا بلك ضرد مشوا في الوالدين ولكن الوالدين لقذلين ولد نثني سقمان ولد نثني ربان درون سنة مهيلاق نصح كل أسقسي الجواب أفسقسي يا كيكا تقول أسقسي في الوالدين أدن الجواب في الوالدين إذا ربي سبحانه يوصد أتصد صدي وصا بلكوث خدمة من الخير خدمة من الإحسان خدمة من الهان بلكوث خدمة من ندير بلك سنتيني ما أول كان أول يعني ولم شطحه كلي ندير بلك سنتيني وهو أوف وفاقي أمدي يعييون ناسي دي ناسي دي كيكي بلا من قنية ولكن العلماء ذي العنف عنف لفظي عنف يعني ذا سخدم يعني إن بول ندير في الوالدين الحرام
دينا النا الوالدين 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 خاطر سقي لان ازك ولا شي ثن اسقي خاصو كاين نيت ولاد بليك ظلمك شويه انا كذا ولكن سقي ولا شي ثن ادي دونك انا اخر اسم لان اكني ظلمني ولا سقي ولا حد ثن اما تيم مات فشو دي زوار في وشفع يوصل في لسطة سطس يقاد بالك يماك بالك يماك بالك يماك إنيس أنواع خاخ من الخير صحافيني إنيس خم الخير إيماك 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 إنيس الجنة ثين كتان أفي ضرن إنقماك عندني أنا نسكت صرف ضوض وكل تسخدم الكادع وسخدم ضرن الخير إقلاقا أي عندني أنا إنيس أفافاث ثبوثن الجنة أتن أر إضرن مفافاث ذي الحديث نظن باب الجنة بين يعني كذلك طاعة الأب إنه يوصد في لسع الرسول صلى الله عليه وسلم أفيش لقي ما لا يوني خدمس الشر يسعد دعوس ولاش دينا وقيق في اللس ما تخمصن الشر ما لا تخمصن اين دير أثن أكيد وقيت في غارس الدونيث أنا ما يخلص هذي خلص دي الدونيث وقفل الأخر أفنش تاقي يوني لق أدي صفر في اللسن أدي صفر ما يمغورن أدي صفر سنخدم الخير أدي صفر الرحمة أدي صفر الشفقة اسمي دينا رصاصنا مينيز أن تشفق على الوالدين ميزن دينا الرفقة الناس في ثلاث أمور ومن كان الشف يعني الشفقة يجي في ثلاث أمور دخله الله الجنة ميدي أول الدين أول إن أن تشفق على الوالدين يعني أن ترحم الوالدين أفنش تجي نلقي ونذي تعوذ بالله من دعو سويجي للوالدين وإن شاء الله ينذي خم كل خير الوالدين ينس ولما أثنى الدول ولما إلا سخسرا شوية إلى قلعة زي خدم الخير الوالدين.